كوره وبعث لي اياه. هذا التصريف من صوب الاكواريوم المركز العلمي. ماي يصب في الجون، يصب في البحر. زين. تقولون الماي مو ملوث؟ زين خذيت عينه. قلتوا لنا شنو طبيعه التصريف هذا؟ هل يجوز تصريف مثل هالبايب اللي قاعد يصف او الماي اللي قاعد يصب في هالبحر؟ منو يتحمله؟ منو مسؤوليته؟ شنو طبيعه هذا الماي؟ خذيتوا عينات؟ ان كانت ما هي ملوثه قولوا لنا ما هي ملوثه، خايفين من شنو؟ طلعوا لنا الاحصائيه. بدال ما الوزير الشيخ محمد يطلع في مذيع في اذاعه يتكلم فيها، لا بيان رسمي من مجلس الوزراء يطلع لا يبا عندنا غلط وراح نسوي كذي وحطينا خطه وراح نحاسب المسؤولين. تحاسبون المسؤولين في هذا البلد؟ لا يحاسب المسؤول. اعطوني التقرير. خير ابو احمد، شوف هذا اللي يقولون عنه نفوغ الاسماك، شوف ما ادري شيء ابيض ماي ماده سامه كيماويات ما تدري شنو الفيلم. شوفه هذا المركز العلمي، هذا تحت شوفه. شوف ابو احمد شوف من وين ينزل، شو اللون يسوي، شوف شلون اللون الماي صاير شلون تغير، شو لونه ابيض شوفه. هذا صوب المركز العلمي، صوب لولوت المرزوق، ما ادري من وين مطلعينه المجرى هذا، من وين مطلعينه، اول مره اشوفه، صار له شهرين عندنا. شوف شلون مسوي المنظر، شوف منظر الماي، يقولون البحر ما في سمك، وشوف ونفوق ما نفوق، شوف شوف صاير، صار له تقريبا شهرين، شوف شلون صاير اخضر، الصخر لونه متغير، شوف لون البحر شلون مسوي، شوف شوف هذا وريحه كريهه مو طبيعيه، شوفه شيء جديد هذا عندنا، صار لي انا 20 سنه او اكثر امشي بهالمنطقه، اول مره اشوف هالمكان. ريحه خايسه، مياه ملوثه، ما ادري شنو نوعيه الماي اللي قاعد يروح البحر، مجرور الصليبيخات، مجرور الشويخ، بعض المطاعم قاعد تحط وصلات وقاعد ترمي في البحر، ولا كأن أحد يهمه هذا الموضوع. الآن في تصريح كان لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي يقول أن نتائج فحوصات عينات الأسماك التي جلبتها بلدية الكويت من الأسواق الرسمية وحالتها لمختبرات الأغذية وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاءت كلها سليمة، يعني السمك مات وأضاف الوزير الحربي في تصريح وكالة الأنباء الكويتية عقب الاجتماع الطارئ، الله أكبر الطارئ، للمجلس الأعلى للبيئة أن وزارة الصحة تفحص بشكل دوري وروتيني جميع عينات المواد الغذائية ومنها الأسماك التي تقوم بلد الكويت بحالتها لها، ونصح المواطنين والمقيمين بشراء الأسماك من الأسواق الرسمية المعتمدة مثل سوق السمك نظر لوجود رقابة كثيفة مستمرة عليها من الجهات الحكومية المعنية. زين والسمك الميت شلون مات؟ على قولة احد الاخوان بالانستغرام يقول ماكلين رموش بعض الفاشينستات، ولا نتيجة السحر الامس طلعناه يقطون بالبحر تسبب تسمم، والمجاري اللي تصب، احنا نتكلم على نفوق اسماك، ليش مات السمك؟ قدرة إلهية، تغير في الأجواء، في الأجواء، ليش ما مات في البحرين، في الإمارات، في عمان، في إيران، في العراق، بس عندنا؟ ياخذونا على قد عقلنا وقولوا لنا.